الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قاعد نشوف الفيديوهات على شارع بورقيبة وعلى المسيرات اللي صارت، حقيقة روعة. يعني المطالب اللي طلبنا بها هو أنه تكون فقط راية التونسي المحمولة في هالشارع الكبير والعظيم، وهذا اللي صار، وهذا اللي طالبنا به، وهذا اللي الحمد لله صار. من الوسائل اللي نطالبوا بها توا، واللي هي رح مشتركة على الحكومة والأجهزة المخابرات الأجنبية والدول الأجنبية والسفارات الأجنبية، هي العصيان المدني العام والمفتوح، واللي طالبنا به وإن شاء الله مش يكون يوم 1 مارس 2013. وندعو كل الشباب وكل الشعب التونسي وكل مستعملي الفيسبوك باش يمروا هذه الفكرة ويعملوا بارتاج للفيديو هذا، لأنه قررنا الدخول في عصيان مدني مفتوح في يوم 1 مارس 2013. وهذا العصيان المدني طالبنا به لأنه الحكومة والترويكا ما حققوش أهداف الثورة للشباب والشعب التونسي، وكذلك تونس قاعدة تتباع للصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي في خطوة خطيرة وخطيرة جداً، قاعد يتدخل في البنك المركزي التونسي وفي الاقتصاد التونسي. وتونس لو ما صارش هذا وما ركعناهمش كلهم على ركيبهم، راي تونس ضاعت ومشت.